طيب الجهاز الفني القادم لنادي الزمالك من المتوقع طبعا ان بيتم التفاوض دلوقتي من داخل مجلس إدارة نادي الزمالك لمدير فني قادم. سمعنا اسم الكابتن حسام البدري تردد انه ممكن يكون قريب من الجهاز الفني لنادي الزمالك، وطبعا التفاوض مع مدير فني اجنبي ده سيناريو مطروح دائما وبقوة علشان يكون داخل نادي الزمالك. والله يعني انا يعني 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 مش عارف، انا بحبذ ان المدير الفني يكون مدير فني اجنبي ومعاه، بس ما يكونش معاه كل معاه في الجهاز الفني ناس مصريين يقولوا له مين فين. من ابناء نادي الزمالك. زي ما كان، انا برضو رايي ان الجهاز الفني لمنتخب مصر يكون مدير فني اجنبي ويكون معاه الطقم كله مصري ويكونوا عارفين ويبقى لهم صلاحيات كبيره مع المدير الفني الاجنبي، لان المدير الفني الاجنبي على ما بيجي يتعرف على الكره المصريه والنفسيه بالنسبه للاعيبه الكره المصريه فبيكون بياخد وقت، فمحتاج حد يكون ليه قرار وليه تاثير مع المدير الفني، يكون بيساعده كويس وبيساعده باخلاص وبيساعده من غير يعني لمصلحه البلد او لمصلحه الفريق ايا كان بقى الزمالك او منتخب مصر. فبنتمنى ان شاء الله ان ربنا يوفق المستشار مرتضى منصور في اختيار الانسب والافضل بالنسبه لنادي الزمالك في المرحله اللي جايه، ويعني بتمنى انه يكون اجنبي الفتره اللي جايه افضل من ان هو يكون مصري يعني.